ومشاهدينا، عالميا تزداد المخاوف من تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا الجديد، خاصة مع سفر الملايين من الصينيين خلال رأس السنة الصينية. وبعد أن تم تسجيل إصابات مؤكدة في 12 دولة حتى يوم أمس، انضمت كندا اليوم إلى القائمة، حيث أعلنت عن تسجيل أول إصابة على أراضيها. كما أعلنت اليابان إصابة 4 حالات جديدة، ليصل إجمالي عدد الدول التي سجلت حالات إصابة إلى 14 دولة. أما الولايات المتحدة فأعلنت تسجيل ثالث حالة إصابة في ولاية كاليفورنيا، فيما تم تسجيل 4 حالات في أستراليا. وكانت فرنسا قد أعلنت سابقاً عن أول إصابة في القارة الأوروبية، فيما أكدت دول أخرى ككوريا الجنوبية وتايوان وتايلاندا وسنغافورة وفيتنام ونيبال وأستراليا أيضاً ظهور إصابات في سكانها. وفي الصين، البلد الذي شهد ظهور الفيروس للمرة الأولى، أكدت السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصاً وإصابة نحو 2000 شخص بالفيروس حتى الآن.